اوضه اللبس. واوضه اللبس دي يا استاذ ابراهيم والله ارجع ارجع للدور الاول من اول ما اتقالت كلمه اوضه اللبس، شوف الناس عملت ايه في اوضه اللبس. يعني انا الاهلي يتميز باوضه اللبس انه متماسك في لعيبه كبيره مسيطره بتحتضن الصغيرين، بتقدم لهم المثل الاعلى، بتفهمهم يعني ايه النادي الاهلي، لتفاجأ بعد اقل من اسبوع ولا 10 ايام ان الكابتن شريف اكرامي بيقول انا مش مكمل في تويتر وجهها للجماهير احترافيه. هو نبه النادي الاهلي وقلنا خلاص هو ده قراره، لكن انا وقتها اتخضيت لان انا شفت الله ايه ده، هو احد المسؤولين عن اوضه اللبس، احد الناس اللي انت كنت بتديهم ظهرك في اوضه اللبس. وبعدين نيجي في التجديد نشوف ما حدث في التجديد، وكل واحد خد موضوع التجديد ده لمصلحته ومحدش فكر. ودي اللي انا عايز اقولها بقى استاذ ابراهيم، سيبك من علاقتك بالاهلي وانك انت ما هو انت هتضحي لحد فين عشان الاهلي، لا انت تصرفك بيتعلق بسعاده واحباط كام مليون مواطن. كل تصرف بتعمله لازم تحسبها الحسبه دي، انا اللي هعمله ده بيأثر على سعاده او شقاء او 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 المود او او مزاج. المزاج العام لكام مليون مواطن انت في النادي الاهلي، وعندما تصل الى هذه الملايين انت بتصلها لانك في النادي الاهلي، الناس تراك بحجمك. ودي النقطه الثانيه عايزين نفكر مع بعض، معلش انا يعني الحته دي تبان انها طالت لكنها من اهم الحاجات عايز اتكلم فيها من مده. هو انت لما بتيجي بتتصرف جوه النادي الاهلي، المساله مش مساله انا هاخد كام وادي كام ويا مديت ولكن زي ما قلت لك هي مرتبطه بحجم التوقع. يعني انت ليه بتاثر في عشرات الملايين؟ لان احنا بنرسم صوره ذهنيه كجماهير بقى واحنا منهم، يعني الذي يرى في عدل القيعي ان هو ده القياده، ده مستقبل الاداره في النادي الاهلي ده. وبعدين يجي عدل القيعي يعمل تصرف يفاجئ به الجماهير، الله 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 ايه اللي بتعمله ده عدلي؟ إيه انتوا اللي رسمتوا الصوره الذهنيه لعدلي، لوموا نفسكم. بلاش حجم التوقع انك انت على طول يا بتسحب الثقه الى اقصى درجه يا بتحط الثقه الى اقصى درجه. خليك بشر، خليك واقعي، بلاش التمادي في التفاؤل والتشاؤم فيما ترسمه من صورة ذهنية للعبتك وللإدارتك عشان تقدر تكون تتحمل الواقع الذي يحدث.